الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراجعة في مادة أمراض النبات للصف الثالث الزراعي. احنا طبعا عندنا طبعا مراجعات كثيرة جدا بالنسبة لمادة أمراض النبات بالذات، ولكن في بعض أبنائنا الطلاب طلبوا مني إن احنا نراجع الامتحانات الأخيرة 17 و16 وكلام من ده. فأنا لقيت برضو في الدور الثاني مثلا أو في امتحانات 2015 في بعض الأسئلة المهمة جدا. طيب، أول سؤال: اختر لعبارات المجموعة ألف ما يناسبها من عبارات المجموعة ب، ثم أعد كتابة العبارات كاملة في كراسة إجابتي. السؤال ده يتحل إزاي؟ طبعا ما تعملش جدول وتقعد توصل الخطوط بركبة على بعضها والعملية معجونة ببعضها مش باين أي شيء. تكتب الجملة كاملة، يعني النص اللي هنا معاه النص التاني. يعني نباتات لو تعرضت للإصابة يظهر عليها أعراض المرض ولكن بدرجة خفيفة لا تؤثر على حالتها. ده تعريف مين؟ ده تعريف النباتات المقاومة. يبقى ده أول جزء، أنت كاتب الجزء ده أهو ومكمل وراه النباتات المقاومة. طيب، النباتات بصفة عامة، الجزء اللي احنا هنتعرضه له في أي امتحان هنا هنكمله بقية أجزائه على أساس إيه؟ يبقى احنا جبنا الموضوع شامل كده. النباتات بتقسم إلى 3 أقسام على حسب مقاومتها لأمراض النبات. طيب، أنا بنحدد مدى مقاومتها من خلال ظهور الأعراض عليه. طيب، إذا ما ظهرتش عليها أعراض، طب النباتات الأول كم نوع؟ منيعة ومقاومة وقابلة للإصابة. طيب، ما ظهرتش عليها أعراض المرض نهائي، يعني هي نباتات لا تظهر عليها أعراض المرض بدرجة، قصدي هي نباتات لا تظهر عليها أعراض المرض إذا تعرضت لظروف ملائمة لانتشار المرض، دي المنيعة. طيب، المقاومة والقابلة للإصابة الاتنين بتظهر عليهم الأعراض. المقاومة تظهر عليها الأعراض بدرجة خفيفة لا تؤثر فيه، طب والقابلة للإصابة بتظهر عليها أعراض المرض بدرجة واضحة تؤثر فيه. طيب، كائنات حية يتكون جسمها من خلية عديمة الجدار. ولكن يوجد غشاء بلازمي يحيط بالخلية وهي أصغر كائن حي. طبعا ده تعريف مين؟ اللي هي الفيتوبلازما. احنا درسنا في فيتوبلازما وفي سبيروبلازمي بالمرة، الاتنين تقريبا تعريفهم شكل بعض بالظبط، ولكن الاختلاف في الشكل فقط. يعني كائن حي وحيد الخلية، ليس لها جدار خلوي، لا غشاء بلازمي، تتكاثر بالانقسام الثنائي البسيط، تسبب أمراض للنبات. كده تعريف الإسبيروبلازمي والفيتوبلازما مع بعض. اللي فاضل إيه؟ شكلها أسطواني أو مستدير أو مستطيل. دي مين؟ الفيتوبلازم. بينما دي شكلها حلزوني أو لولبي، يبقى ديت الإسبيروبلازمي بالمرة برضه. طيب، الفيتوبلازما خدنا مرض واحد بس هي بتسببه، اللي هو مين؟ مرض اصفرار العنب. طب الاسبيروبلازمي ايه المرض اللي احنا خدناه مسببه الاسبيروبلازمي؟ مرض التحرن او العنيد في الموالد. يبقى احنا هنا من خلال اي نقطة بنتعرض لها بنجيبه، ان كان لها ديول في اي مكان تاني عشان بس يبقى لمينا الموضوع. طيب، نباتات حساسيتها عالية ورد فعلها سريع على العدوى بالمسببات المرضية، حيث يظهر عليها أعراض مرضية، يعني بتظهر عليها أعراض المرض قبل ما بتظهر على النبات الأساسي الأصلي اللاني زرعه. دي اللي هي تعريف مين؟ النباتات الكشافة. يبقى الطالب مخه يكون ذكي، بمعنى يعرف المعلومة ويحطها في دماغه ويستخدمه لو السؤال جاله بأي صيغة. بمعنى يعني قال لي عرف النباتات الكشافة، خلاص أنا عرفتها، هي نباتات حساسيتها عالية ورد فعلها سريع على العدوى بالمسببات المرضية، حيث يظهر عليها المرض أو أعراض المرض قبل ظهورها على النبات الأساسي.
جاب لي التعريف، هنقول المصطلح العلمي، جابها لي صح وغلط، يبقى انا برضه فاهمه. يعني لو جاب لي نفس الجمله طب كمعلومه، لو انت عارف تعليل وجالك صح وغلط، يعني نفس التعليل نفس منطوقه نفس الفاظه بس جالك في صورة صح وغلط، طبعا يبقى الجملة صح. يا رب الجزء ده اهو اتعرضنا منه لأشياء كثيرة في المنهج. طيب في الامتحان ان شاء الله لازم يجي لك ان شاء الله مسبب مرضي، بيجي لك 4 امراض او 5 امراض، كل مرض عليه نص درجة، مش مطلوب منك غير ان انت تكتب المسبب فقط. طب هنا السؤال ده بيقول لي بيصاب الارز في الحقل بسنين من الامراض النباتية اللي احنا درسناها يعني من خلال الدراسة. طبعا هي في امراض كثيرة بتصيب الارز، لكن انا بالنسبة للدراسة بتاعتي ما خدناش الا مين؟ اللفحة والريم. يعني هو عاوز المرضين والمسبب، اللفحة فطر، طيب والريم طحل. بس هو السؤال ده مش مطلوب مني غير كده، يبقى انا قلت المرض والمسبب بتاعه. مرضين مهمين جدا وعايز مقارنه بينهم. قارن في جدول بين، حتى لو ما طلبش مني في جدول اني نذكر في جدول، خناق القطن وزبول الفيوزاريوم او الزبول الفيوزاريومي في القطن، كده او كده الاثنين معنى واحد. طب ايه انا ليه بنقول الفيوزاريوم ليه؟ عشان الزبول ممكن ينتج عن بكتيريا او مسبب تاني، فانا بنقول زبول الفيوزاريومي، يعني الزبول ده ناتج عن فطر الفيوزاريوم عشان يبقى مميز عن مسببات الاخرى. هنا مثلا طالب بين الاعراض والظروف الملائمة. الخناق طبعا دي بيجي في اول بدايه زراعه النبات، بتبقى لسه الحراره منخفضه، فالظروف الملائمه بتاعته جو بارد رطب، بارد رطب يعني رطوبه مرتفعه، وكمان الرطوبه الارضيه يعني الرطوبه يعني الميه اللي في الارض كميتها كبيره والارض ثقيله عشان تحتفظ بالميه. زبول الفيوزاريوم دي عاوز حراره عاليه ورطوبه معتدله والارض برضه بتحتفظ بالميه. نخش على الاعراض، محدش يتلخبط يفكر ان لما ينطلب منه اعراض ومقارنه يبقى يقول قال دي طالعه لفوق يبقى دي نازله لتحت، دي مش عارف راح يمهني دي مش رايحه. لا، انت تكتفي بان انت اعراض تجي كاتب اعراض دي تحته واعراض ده تحته، من غير حتى ما تشغل بالك وتشوف هم متشابهين في ايه او هم مختلفين في ايه. خناق القطن ده بيجي للقطن في بدايته من ساعه ما بنزرعه، يبقى أول نقطة غياب كثير من الجور. يعني إيه؟ اللي مش فلاح، جور يعني البذرة اللي أنا زرعتها في الأرض، نزلت في الأرض بعد أسبوع نبص على النباتات نشوفها طلعت ولا لأ، لقيت نباتات طلعت ونباتات ما طلعتش. ما طلعتش ليه؟ لأن الفطر في التربة فعفن البذر. طب عفنها ليه؟ هو ما هدفوش يعفن ولا ينيل، هو هدفه عاوز يتغذي، فعشان يتغذي بيبدأ بقى يشتغل على البذرة ويفرز انزيمات ويحلل المواد المعقدة، فالجنين بموت. يبقى غياب كثير من الجور. نمرة 2 وجود قرحة بنية غائرة على الساق قرب سطح التربة. 3 سقوط البذرات وموتي. بينما الزبول اصفرار شبكي في الأوراق الفلاخية. طب اصفرار شبكي ليه؟ لأن الفطر أصلا في الحزم الوعائية، في الجذر والساق وفي الورقة. الحزمة الوعائية اللي في الورقة اللي هي العروق، والتعريق في ورقة القطن شبكي، فالمرض في العروق، فالعروق هتصفر فهيظهر الاصفرار شبكي. نمرة 2 زبول النباتات ومتي. خلي بالكم ميزة مادة أمراض النبات إن أنت ممكن في معظم الأمراض، مش بلاش نقول كلها، إن أنت ممكن تطلع أهم عرض موجود في اسم المرض. بمعنى جالك مرض بيقول لك زبول الفيوزاريوم في القطن، يبقى خلاص يبقى انت عرفت اهو، مش هتكتب الاسم بقى هتحور فيه شويه، يبقى انت هتقول مثلا زبول نباتات القطن اهو، يبقى انت قال يا انت حورت تجيب الاجابه من عندك يعني، وانت خبيش منين من العنوان من هنا.
يبقى زبون نباتات القوت. كلمة زبول يعني النبات بيزبل، يعني النبات دبلان، يعني النبات عايز مي، بالرغم انه ممكن تكون الارض طرية. طب ليه؟ لان المرض موجود في الحزمة الوعائية اللي بتنقل المية والغذاء، فسدته فما طلعتش للنبات. التلاتة، تلون الحزمة الوعائية باللون البني. كلمة حزمة وعائية اللي هي اوعية الخشب واللحى. المرضين دولت ان شاء الله مهمين جدا، تخلي بالكم منهم. طب نشوف حتتين كمان، التفحم الساف في القمح اصابة ايه؟ والمغطى اصابة ايه؟ بالمرة نقول طرق الاصابة بامراض التفحم. عندنا اصابة ازهار، اصابة بدرات، اصابة موضعية. اصابة ازهار اللي هو التفحم السائف في القمح. اصابة يبقى تاني، إصابة أزهار التفحم السائب في القمح. إصابة بادرات التفحم المغطى في الشعير. يبقى التكملة ده إيه؟ أزهار وبادرات. فاضل كمان إصابة موضعية اللي هي في التفحم العادي في الذرة الشامية. طب يعني إيه طرق الإصابة؟ يعني إيه برضه؟ يعني معناها الجراثيم لما بتسقط على النبات بتعمل إصابة. معناها ان لما الجرثومة سقطت ونبتت ودخلت في النبات وصابته، دخلت منين؟ ادي معناها كده. طبعا دي سهل، يتطفل الحمول على ايه؟ في البرسيم، على السقاق. بينما يتطفل الهلوك على ايه؟ على طبعا الجذور في الفول. وبرضو العضار اللي بصيب الذرة والقصب بيتطفل على الجذور برضو. طب نقول دولت بالمرة النباتات الزهرية المتطفلة. الحمول بيتطفل على السقال، أشهر العوائل البرسيم والكتان. الهلوك بيتطفل على الجذور، أشهر العوائل الفول والطماطم. طبعا ليه عوائل ملهاش أول ولا آخر. العضار بيتطفل على الجذور، وأشهر عوائله الذرة والقصب. طيب نشوف المصطلح العلمي ده. انا فريت بالراحة، وحتى اللي انا مش هنجاوبه هيبقى معروض امامكم برضه. يعني انت توقف الفيديو، ولو عاوز تنجل الاسئلة دي تنجلها، بس انا هنجلكوا شوية اسئلة بس ايه مهمة جدا. يعني في نفس الوقت ظاهر اللي انا ما اتكلمتش فيها. اكتب المصطلح العلمي الذي تعبر عنه الجمل الاتي: الموت المفاجئ، السرقة للبراعم والثمار الصغيرة والازهار والاوراق والافرع. طبعا دي اللي هو تعريف اللفح. نباتات دنيئة تتبع النباتات الثالوثية، وهي تتكون من فطر وطحلب يعيشان معا معيشة تبادل منفعة. دي تعريف الأشني. ممكن يقول لك عرف الأشني، يبقى أنت برضه هتقول التعريف ده. نبات ثالوثي يعني نباتات ملهاش لا سقان ولا جذور ولا أوراق. تعريف برضه مهم أهو: المقاومة التي تظهر بعد الحقن المسبق للنباتات بمختلف العوامل الحيوية، أو بعد المعاملة المسبقة مختلف العوامل الفيزيائية والكيميائية. ده تعريف مين؟ المقاومة المستحثة. الناس تركز، مقاومة مستحثة يعني عاملة زي التطعيم بتاع الأطفال. بندي النبات مد فبيبدأ يفرز أجسام مضادة عشان يقاوم الجسم الغريب اللي دخل فيه. الجسم المضاد بيستنى في النبات، لما يجي المسبب الاصلي يبقى النبات جاهز في المقاومه، زي اللي بتدرب كده. مش هيحترق مع واحد يقول له استناني والنبي شويه كده لما نتدرب ويلا بينا نحترق وبقى بعد شويه، لا، ده لازم يبقى متدرب من قبلها وجاهز. طيب تعليل: في حاله اصابه نباتات بالبيض الزغبي يجب جمع الاوراق والاجزاء واعدام. نجمعها ونعدمها ليه؟ لان دي مصدر الاصابه للتخلص من الجراثيم البيضيه التي تتكون بداخله. دلوقتي كمان شويه كده هنكلمكم على الجراثيم في شويه امراض، لان ان شاء الله بيجيلكم منها اسئله كثيره يعني. طيب لا تفيد الدوره الزراعيه في مقاومه الاصداء. نشوف التعليل ده بالمره. الدورة الزراعية يعني ما نكررش زراعة محصول في نفس الأرض. ليه؟ عشان من المرض، كل مرض ليه العوائل بتاعته. أنا كنت زرع السنة دي بطاطس، جيت السنة اللي وراها زرعت فول، المرض اللي بسبب بطاطس ما لقاش البطاطس، لقى الفول، وما بتغذاش على الفول، إيه اللي هيحصل له؟ هيموت ويروح في داهية. طيب يبقى مخ الطالب ذكي. الدورة لا تفيد إلا في المرض اللي في التربة. يبقى لما يقول لك لا تفيد
يبقى اعرف ان المسبب غير موجود في الطب، وبلاش تشغل دماغك وتقول هو فين، ابوك هني لا مشيني، ما تقولش توجع دماغك وتقول له عند عمي وعند خالي وعمك فين وراح فين، لا انت مشينا وخلاص وريح دماغك. يبقى الدورة لا تفيد، يبقى تقول لان المسبب غير موجود في الطب. طب الدورة تفيد، ها يبقى المرض موجود في الطب وريح دماغك. طيب نتعرضه هنا بالمرة أمراض البياض الزغبي وأمراض البياض الدقيقي وأمراض أو فطر الريزوبة اللي بتسبب العفن الطر والجاف. ركزوا في الجراثيم الجنسية واللا جنسية. طيب أمراض البياض الزغبي تتكاثر لا جنسيا بالجراثيم الإسبورانجية. طيب جنسيا بالبيضية. طب البياض الدقيقي لا جنسيا بالجراثيم الكونيدي وجنسيا بالجراثيم الاسقي. اللي عاوزين اللي عاوز يكتب يكتب. طبعا يقول لك الطور اللا جنسي او الجراثيم اللا جنسيه الاثنين معنى واحد. طب فطر الريزوبس الجراثيم اللا جنسيه زي البياض الزغبي بالظبط، اسبورانجيه برضه، بينما الجراثيم الجنسية الزيجية اللي هو مرض بسبب العفن الطري والعفن الجاف. طب بالمرة نقول طب فطر الصدى كم طور؟ يعني الجراثيم بتاعته كم طور دورة حياته النموذجية؟ ممكن يجي لك اختار ما بين الأقواس. دورة حياة فطر الصدى النموذجية تبقى أنت عارف إن هي 5 أطوار بالترتيب: الطور البكني، الطور الأسيدي، الطور اليوريدي، الطور التيليتي، الطور البازيدي. بكني، أسيدي، يوريدي، تيليتي، بازيدي. نبقى أنا واخد بالي الطور الذي لا يتكون داخل بثرات البازيدي. ليه؟ لأنه لا يتكون على النبات. الطور الكامل أو الجنسي التيليتي. الطور المتكرر أو يقول لك أخطر الأطوار الطور اليوريدي. طب هو ليه أخطر الأطوار؟ لأنه يتكرر. طيب هو متكرر ليه؟ سموه الطور متكرر ليه؟ لأنه يتكرر عدة مرات خلال نفس السنة. اللي أنا ما بنشرحوش معروض أمامكم أهو. ثبت الفيديو، اضغط على المسطرة حاجة في الفيديو، لو عاوز تنجلوا انجلوا عشان بس ما نضيعوش وقت واللي في لكم على الامتحانين اللي فاضلين دول، عشان يبقى هو الفيديو ده وخلاص مر. وان شاء الله هنعمل لكم واحد في الافات وواحد في الميكرو اللي هم الفن المعامل برضو الامتحانات الاخرانيه برضو. وعشان خاطر ما حدش يدور في القناه وفي فيديوهات موجوده وفي ناس بتسالني عليها بتقول لي انا عاوز كذا وهي موجوده، لما تدخل في القناه الفيديو اللي انت مشغله انا عامل ايه؟ تحت الفيديو حاطط روابط الفيديوهات التانيه كلها. بمعنى يعني انا بنشرح مثلا في فيديو عن في الكيمياء مثلا فن معامل، لو انت نزلت تحت الفيديو من تحت هتلاقي روابط جميع الفيديوهات بتاعه فن المعامل والفيزي والميكرو والدليل العملي بتاع التخصص. تحت فيديو مثلا للاداره او التسويق هتلاقي جميع الفيديوهات بتاعه جميع المواد العامه، المواد العامه بتاعتكم اللي هي يعني معناها جميع التخصصات بتدرس. ايه المواد العامة اللي عليكم؟ الدين والعربي والانجليزي والالبان والنحل والافات والامراض والمحاصيل والادارة والتسويق. المهم ان هم 10 مواد، يا رب ما اكونش نسيت حاجة منهم. بينما مواد التخصص في جميع التخصصات 3 على حسب التخصص، هم 3 مواد فقط ما فيش غيرهم عشان ما نضيعوش وقت. بس رسمة برضو من الرسومات ان شاء الله المهمة برضو، وضح بالرسم مع كتابة البيانات. يقول لك التكاثر اللا جنسي، يقول لك الحامل الجرثومي، الاثنين معنى واحد. بالنسبة للبياض الدقيق الرسمة ده هي
طب هل هي بتاعت العنب ولا القرعيات؟ الاثنين. امراض البياض الدقيقي تقريبا كلها شكل بعضها ما عدا الخرشوب بس، هو اللي بيبقى الحمل الكنيدي متفرع. يبقى لو قال لك في العنب في القرعيات هي نفس الرسم بالذمه، ده هي رسمه نص سؤال كامل فيها ايه دي الرسمه دي؟ بسيطه خالص اهي. اول شيء مايسيليوم مقسم اللي هو الجزء اللي تحت ده، وبعدين حامل كونيدي اللي هي الجزء القصير ده، وبعدين خليه اميه مولدي. يعني ايه خليه اميه مولدي؟ يعني هي اللي بتكون لي السلسله من الجراثيم ده. وبعدين تبدا ترسم سلسله من الجراثيم وتراعي فيه ان اصغر جرثومه تحت واكبر جرثومه فوق. يبقى بتقول اصغر الجراثيم الكونيدي واكبر الجراثيم، وبعدين ممكن تقول دي سلسله من الجراثيم الكونيدي. طب نشوف امتحان 2016 برضه، نشوفوا ايه اللي فيه برضه اذا كانت في حاجات مهمه برضه. ان شاء الله في شويه حاجات مهمه برضه هنمر عليهم بسرعه كده. بنكرر تاني اللي انا ما بنشرحوش، تثبت الفيديو هيبان قصادك وذاكره زي ما انت عاوز. طب مواعيد فتح الصغر من وسائل المقاومه التركيبيه. ها صح ولا غلط؟ صح. الطالب مخه يبقى ذكي، السؤال ده ممكن يجي لك بصيغه تانية. يعني طب ما ممكن يجي لك صح وغلط اهي. ممكن يجي لك مثلا اختار ما بين الاقواس، فتح مواعيد فتح الصغر من وسائل المقاومه مثلا التركيبيه الكيماويه مش عارف التركيبيه الكيماويه الكيمو حيويه، يبقى انت عارف ان هي تركيبيه. الهالوك نبات زهري كامل التطفل، طبعا صح. زراعة القطن بطريقة المضرب والرمل تساعد على تدفئة الجورة وسرعة الإنبات، صح. مرض القلب الأجوف في البطاطس ناتج عن سوء التهوية في المخزن، طبعا ده غلط، ده ناتج عن زيادة التسميد والري. بينما القلب الأسود ناتج عن سوء التهوية. يعني انت الجملة تبقى انت فاهم معانيها من كل شيء. ادي مقارنة بين البياض الزغب والدقيق، ثبت الفيديو واجراه. طب علل تحتل المقاومة بالطرق الكيميائية مركز الصدارة بين طرق المقاومة المختلفة. يعني ايه؟ يعني اكتر طريقة الناس بالفلاح كده بتستخدمها. طب بتستخدمها ليه؟ طبعا هو عاوز وعنده مرض وعنده مشكلة عاوز يحلها بأسرع ما يمكن. يبقى لسرعة تأثير، ادي واحدة. بقاء فعاليات الفترة طويل، ادي واحدة. تاني سهولة التنفيذ، يعني ممكن تكتبهم في ثلاث نقاط أو تكتبهم على بعض كده. طب ليه بتزداد الإصابة العفن الجاف في لوز القطن بزيادة إصابة ديدان اللوز؟ فطر العفن بصفة عامة معروفة إن فطر ضعيف. عشان كده حتى ساعات أما اتنين يختلفوا مع بعض يقول ده أنت معفن يالا. معفن جاية من الضعف واستغلال الظروف، فطر العفن ما يقدرش يخترق جدار نبات سليم نهائي، لازم يعاود جرح او خرمه او ثقب بيدخل عن طريقه. يبقى بسبب ما تحدث الديدان من ثقوب، الدوده اسمها دوده لوز بتتغذى على لوزه فتعمل فيها ثقب بيدخل عن طريقه مين؟ فطر العفن. تسميه الفطريات المسببه لامراض التفحم بهذا الاسم، التفحم جاء من الفحم لانها تكون كتلا جرثوميه سوداء اللون على الاجزاء المصابه من النبات العادي. اذكر المسبب، اللفحة طبعا ده فطر، العفن الحلقي بكتيري، اصفرار العنب فيتوبلازمي، توارد القمة في الموز فيروس. الطالب يبقى مخه ذكي. أنا هنقول لكم شوية مسببات هنا بالمرة في الحتة دي. تسمح كلمة تفحم واكتبوا الكلام دي. أي مرض جاب له كلمة تفحم، صدى، بياض، سواء كان بياض زغبي أو بياض دقيقي وأنت مغمض فطر على طول. يبقى انت عندك ده امراض ياما كثيره بالنسبه للاصداء والتفحمات والبياض الزغب والدقيق. طيب البكتيريه ست امراض، يعني انت ممكن لو مريت على الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه والنيماتودي والفيتوبلازما والسبيروبلازمي وتكتبهم وما تكتبش التانيين، يجي لك مرض من دول هتبقى انت عارفه. طب ما جاش من دول يبقى انت عارف انه فطر على طول، لان الامراض الفطريه الاكثر. طب الفيتوبلازمي ايه؟ اصفرار العنب. طب الاسبيروبلازمي ايه المرض اللي بيسببه؟ لسه جايلينه من شويه، التحرن العنيد. الامراض البكتيريه، العفن الطري في البطاطس،
العفن البني في البطاطس، العفن الحلقي في البطاطس، التدرن التاجي في الحلويات، التقرح البكتيري في الحلويات، ايه الامراض الفيروسيه، تخطيط في القصب، توارد القمه في الموز، القباء في الموالح، التدور السريع في الموالح، تجعد الاوراق في الطماطم والبطاطس، مزايق الفول، مزايق الطماطم. اكتب الامراض اللي هي الخفيفه، عدد الامراض فيها بسيط ده ايه، والتاني هتبقى انت عارف. طب النيماتودي، تعقد الجذور في الخضر والفاكهه والتدهور البطيء في الموالح. كده انا اعتبر انا قلت لكم كده المسببات بتاعت الامراض كلها. اي سؤال يجي لك وما تعرفوش يبقى انت حر، تستاهلوا اللي جرى لكم. لسه جايين طرق الاصابه بامراض التفحم دلوقتي مش مكررين تاني. من اعراض الاصابه بالامراض الفيروسيه على الاوراق، الاصفرار، التبرقش، المزاج، التجعد، الكلام دي. طب طرق مكافحه النيماتود، اصناف مقاومه، دوره زراعيه لان المرض في التربه، عناب، عمليات زراعيه، معالجه الاراضي الملوثه. طيب بقول لي اختار ما بين الاقواس. فطريات تستمد غذاء من مواد عضويه ميته، طبعا اللي هي مين، اللي هي اجباريه الترمم. الاعراض المميزه لامراض الاصداء، طبعا بتظهر الاعراض على هيئه بصرات، يعني ليست بقع ولا اورام ولا الكلام دي. تبرقش اوراق الموالح ناتج عن نقص مين، طبعا عنصر الزنك والحديد، اصفرار الكمثري والنحاس، موت الاطراف، اكزانسيما الموالح او موت الاطراف. طيب بقع صفراء مبيضه مستديره على ثمار الطماطم، لسعه ثمار الطماطم. بقع على اوراق الفول لونها بني مختلفه الاشكال والاحجام، شوف لونها بني يبقى التبقع البني في الفول. عرف الاعراض المرضيه، الطفيليات الغير متخصصه، النباتات القابله للاصابه. الاعراض تعبيرات يظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرض. الطفيليات الغير متخصصه هي التي تصيب عده عوامل مختلفه، اي انها لا تختص بالتطفل على عائل واحد. النباتات القابلة للإصابة هي النباتات التي تظهر عليها أعراض المرض بدرجة واضحة تؤثر عليه. أدي الجرثومة التليتية لصدأ الساق الأسود وأمامكم أهي، ثبت الفيديو وشوفها وارسمها. الدور الثاني 2016. تنتقل إصابة مرض اللفحة النارية في التفاح والكمثرى عن طريق الجروح. لا ده دي عن طريق الحشرات. التسميد من طرق المكافحة الزراعية صح. التضرر التاجي تظهر في منطقة التاج على الجذور والسقان صح. فطريات أمراض البياض الزغب متطفلة إجباريا صح لحد هنا، ويمكن تنميتها على بيئات صناعية، طبعا غلط، يبقى الفطر الإجباري لا يمكن تنميته على بيئة صناعية. طيب نجيبوا الحتة ده بالمرة، ركزوا معايا. الأمراض البكتيرية بتخترق النبات العائل عن طريق ثلاث طرق، إيه هما؟ الجروح والصغور والفتحات الطبيعية، عشان لو جالي اكمل ولا غيره يبقى انا عارف الحته دي. هو هنا اللفحه الناريه بالذات الحشرات هي الاكثر في الانتشار. ايه الامراض اللي انا مش هنشرحها امامكم، هيثبت الفيديو وشوف. طيب نقع تقوي القمح قبل زراعته في ماء ساخن على درجه حراره العاديه لمده 4 ساعات، يعني المعامله بالماء الساخن فيه التفحم السايب 52 لمدة 10 دقائق، دي بتموت الميسيليوم الساكن الموجود داخل الحب. طيب قبله بننقع الغلة في ماء حرارته 49 لمدة دقيقة واحدة، وقبلها يعني في الأول خالص نجيبها بالترتيب بقى، ماء عادي لمدة 4 ساعات، أدي أول خطوة. الخطوة الثانية ماء حرارته 49 لمدة دقيقة واحدة. الخطوة الثالثة مع حرارته 52 لمدة 10 دقائق، اللي هيموت الميسيليا مين؟ 52 لمدة 10 دقائق. طب قبلها دقيقة لمدة 49 لمدة دقيقة ليه؟ عشان يكون في تدريج في درجة الحرارة عشان ما نموتش الجنين. طب ما انا كنت نغلي الحباية وخلاص ونريح دماغ، بس الجنين هيموت روح. طب بنحطها في مية عادية لمدة 4 ساعات ليه؟ أنا هنا بنضحك على الميسيليم الساكن، بدل ما هو ساكن هيبدأ ينشط. بيفكر ان الحبان زرعت، فلما يبقى في حاله نشاط هيسهل التاثير عليه بالماء الساخن. يبقى التنشيط الميسيليم حتى يكون الماء الساخن تاثير عليه. طب يؤثر ريم الارز خاصه النوع اللي بادي على نمو بادرات الارز.
طبعا ليه؟ لانه بيرفع البذرات عن الارض وما بيخليش الجذور تثبت جذورها في التربه، بيقلل كميه الاكسجين لان بتنفس الاكسجين الدافئ في الميه، بيحجب الضوء الحراره اللازم لنمو النباتات، علي لجوء الفطريات الى التطفل. التطفل يعني بياخد الغذاء من النبات، بياخده منه ليه؟ لان خالي من ماده الكلوروفيل اللازمه لعمليه البناء الضوئي. الظروف احنا كده قلنا معظم مسببات الامراض، قلنا بياض زغبي، بياض دقيق، تفحم اصداء فطر، وقلت لكم المسببات التانية اللي هي الايه المهم. هي تكاثر فطر عفن الخبز جنسيا بمين؟ بالجراثيم الزيجي. طب لو كان لا جنسيا، هل في جراثيم منهم هنا صح؟ لا، ده هي الاسبورنجيه. الحمول بيتطفل على مين؟ على الصيقان. طب غاب كثير من الجور، ده مين؟ الخناق. سنابل القمح تحولت جميع المتكونات الى كتل من الجراثيم، التفحم السائد. الحجر الزراعي من اهم الطرق ايه؟ التشريعي، ويوجد منه نوعين داخلي وخارجي. طب الاصداء كم نوع؟ الاصداء نوعين، اصداء وحده العائل وثنائيه العائل. اذا تمت الاطوار الخمسه كلها على عائل واحد يبقى وحده العائل، تمت الخمس اطوار على عائلين مختلفين يبقى دي صدأ ثنائي العائل. ايه الاسئله امامكم اهي، اللي عاوز يشوف اي سؤال ويكتبه يتعرف عليه. برضو الرسمه ده هي لسه جالينها من شويه، ادي الدور الاول 2017. عارف الفترات اجباريه التطفل والنباتات المنيعه والانثراكنوز. فطر اجبار التطفل يبقى بيستمد غذائه من خلال كائن الحي فقط، ولا طبعا دي الفطريات دي اللي يمكن تنميتها على بيئات صناعيه. النباتات المنيعه لسه جايين الثلاث انواع بتوح، والاجابه قدامكم اهي. الانثراكنوز ده كعرض بقع من أنسجة ميتة بتبقى مبعثرة على النسيج بتاع النبات المصاب. طب مقاومة بيولوجية يعني معناها بنستخدم الكائنات الحية في المقاومة. طيب الليمون المخرفش أصل مقاوم أو أكثر مقاومة لقوباء الموالح. طبعا تظهر أعراض العفن البني في البطاطس في صورة عفن طري أسود اللون عند القاعدة، طبعا ده غلط، ده اللي هو العفن الطري وليس العفن البني. الاكزانسيما وموت الاطراف في المرحله ينشا عن نقص عنصر النحاس، طبعا صح. لسه جالين دي من شويه، تنتقل اصابه مرض اللفحه الناريه في التفاح الكمثري مش عن طريق الجروح، لا ده عن طريق الحشرات. طيب النيماتوده بتظهر على هيئه طبعا ايه؟ مش بثرات بقى على الصقال، لا ده عقد على الجذور. الاسبيروبلازما سبب مرض التحرر العنيد في الموالح وانتقل عن طريق التربه ومياه الري، لا ده بينتقل عن طريق التطعيم ونطاطات الاوراق. ادي مرض الصدى الاصفر. طب بالمره هنا بقى التلات اصداء بتوع القمح، صدى الساق الاسود والصدى الاصفر والصدى البرتقالي. اولا ترتيب ظهورهم على النبات، الاصفر البرتقالي ثم صدى الساق الاسود. طب نقول لكم بالمره دي اصداء ثنائيه العائل. العائل الثاني ايه غير القمح؟ يعني صدى الساق الاسود في القمح نبات البربري، الصدى الاصفر غير معروف، الصدى البرتقالي نبات الثالكترم. ركز عشان لو يجي لك مقارنه بتاع ده اختار ما بين الاقواس تبقى انت عارف. صدى الساق الاسود في القمح، العائل الثاني البربري، الصدى الاصفر غير معروف، الصدى البرتقالي نبات الثالكترم. وادي قدامكم الصدى اهو، اللي عاوز يشوفه ويطلع عليه يشوف. اهي المقاومه اللي تظهر بعد الحقن المسبق لسه جالينها مقاومه مستحس. الطور اللا جنسي الذي تكونه فطريات البياض الدقيقي البكنيه ولا البيضاء الكندية؟ لا الكندية. البيضية دي جنسيه في البياض الزغب، البكنية ده أول طور في الأصداء.
من امثله الامراض طبعا اللي معمول لها حجر زراعي في مصر لو مرض الارجوت اللي بيجي للقمح، وادي مثلا الحامل الكوني بتاع دي، الحامل الجرثومي او التكسر الجنسي في البياض الزغبي في العنب والرسمه قدامكم اللي عاوز يطلع عليه. عفن الرقبه في البصل وعفن الابيض اهم برضو قدامك، ثبت الفيديو وشوفهم وذاكرهم ولو عاوز تكتبه. النباتات كامله التطفل زي الحمول والهلوج. الاشني بتتكون من مين ومين؟ فطر وطحل. طب طريقه الزراعه العفير بتقلل من التفحم المغطى، ليه؟ لان التقاوي طبعا عمقها قليل والري بيزيل كثير من الجراثيم العالقه بالحبوب. الرياح من اخطر وسائل انتشار الامراض طبعا لانها بتنتج اعداد كبيره وخفيفه الوزن والكلام ده كله. ثبت الفيديو وشوف اللي انت عايزه عشان الفيديو بس هيبقى طويل ازيد من اللازم كده. بقع خضراء بهيدة على السطح العلوي، الاوراق الخاص الخارجيه وقابل النمو زغب وابيض على السطح السفلي اللي هو البياض الزغبي في الخاص. بثرات صغيره بنيه مستدير نوعا على السطح، اوراق الفول تتحول في نهايه الموسم الى اللون البني المسود، مرض صدى الفول. ادي الدور الثاني 2017. عرف المرض النباتي النباتودة الفطريات اجباريه الترمم. مرض كل تغير او تحول او انحراف عن الحاله الطبيعيه ينتج عنه نقص في المحصول. نيماتود حيوانات ميكروسكوبيه دوديه المظهر يطلق عليها احيانا اسم ديدان الثعبانيه. الفطريات اجباريه الترمم، فطريات تحصل غذاء من المواد العضويه الميته فقط. كلما زاد سمك طبقه البشره او القديم زادت المقاومه. صح، المقاومه الكيمو حيو تعتمد على استخدام الاحياء الدقيقه طبعا خطا. ده دي اللي هي المقاومه البيولوجيه اللي بتعتمد على استخدام الكائنات الحيه. نقص عنصر الزنك يسبب مرض تبرخش الموالح. صح، تشكل الجروح المنفذ الرئيسي البكتيريا بمرض العفن الطرف البطاطس. صح، فطر عفن الريزوبس اهو رسمته، وادي التكاثر الجنسي بتاعه. ايه مرض صدى الساق الاسود قدامكم المكافحه بتاعته. جمع الاوراق من سقط نبات العنب، وادي الايجابي والصرف الجيد. استعمال المضادات الحيوية أعطى نتائج جيدة للأمراض البكتيرية. ثبت الفيديو وشوف اللي أنت عايزه. لسه برضه قايلين طرق الإصابة من شوية. كيانات دقيقة جدا ممرضة متطفلة تطفلا داخليا إجباريا وليس لها تركيب خلوي، غير قادرة على النمو والانقسام. ده تعريف الفيروس. يبقى يجي لك مصطلح علمي، يجي لك الفيروس ويقول لك عرفه، يبقى انت عارف التعريف قدامك اهو. نباتات حساسيتها عاليه ورد فعلها سريع وكلام من ده، يبقى انت عارف اللي دي النباتات الكشافه. في حته كمان برضو في فطريات الاصداء، فطريات الاصداء الوحيده في كان في المنهج في الفطريات كله اللي هي موجود فيها ظاهرتين مش موجودين في اي امراض ثانيه، اللي هي ظاهرة التخصص الفسيولوجي وظاهرة تباين الميسيليم. يعني ايه تخصص فسيولوجي؟ يعني معناها ان القمح بيجي له صدى والفول بيجي له صدى. الفطر اللي بيصيب الفول مش ممكن يروح للقمح او العكس. تباين الميسيليم يعني الميسيليم مختلف، يعني في مثلا خيوط في الطور البكني او هيفاب في موجبه ومؤنثه، يعني مختلفه الاثنين، ودي الظاهره دي مش موجوده في اي فطريات تانية. والله احنا كده دلوقتي ان شاء الله ما لا ينقص الا فضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهودكم. ماده الامراض من المواد السهله جدا اللي ممكن الطالب بمنتهى البساطه والله يجيب 20 من 20 في النظري، وممكن ينظلم في العملي، بس حاول يثبت للي بيمتحنه ان هو كويس باي طريقه. نتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ونعلمناه ونعمل حفظ عشان يصلك جديد القناة، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الموضوع أو شير. وجزاكم الله خيرا.